في حلقة اليوم سنتحدث عن الرسالة إلى الأمم. أعزائي من منطقة أفسوس القديمة في تركيا، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن المسيحيين الأوائل وكيف وصلت رسالة الإنجيل إلى الأمم. هذا المكان مناسب جداً، أنا موجود داخل كنيسة قديمة يعود تاريخها إلى القرن السادس ميلادي، بنيت في أيام الإمبراطور جوستينيان تخليداً وتكريماً للرسول يوحنا أو يوحنا الحبيب اللي عاش آخر حياته في هذه المنطقة في أفسوس، وقبره موجود في داخل الكنيسة. أيضاً بولس الرسول أسس الكنائس في أفسوس، ونسمع أيضاً تيموثاوس أنه خدم في أفسوس. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة، رح أتكلم عن هذا الموضوع، لكن أنا بشجعك أنك تقرأ سفر أعمال الرسل كي تكتشف عن تعامل الله وكيف وصلت رسالة الإنجيل إلى هذا المكان. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود بجانب معبد أرطميس القديم، بنوه اليونانيين القدماء، وكان يعتبر تحفة من الفن المعماري، له 126 أو 127 عمود، وكان يعتبر أحد العجائب الدنيا السبع. كانت الإلهة إلهة أفسوس في هذا المكان، وطبعاً اليوم ما منشوف أثرات منه إلا عمود واحد. خلف هذه المنطقة تستطيع أن ترى أيضاً دير القديس يوحنا، لأنه كان موجود في آخر حياته في هذا المكان. أعزائي من منطقة أفسوس القديمة، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن المسيحيين الأوائل وكيف وصلت الرسالة، رسالة الإنجيل، إلى كل أنحاء العالم. قبل أن أتحدث دعوني أعطيكم خلفية عن هذا المكان. أفسوس طبعا كانت عاصمة الرومان في منطقة آسيا الصغرى، كانت تعتبر أكبر المدن، بزيد تعدادها عن 200 ألف شخص. ومنطقة أفسوس مشهورة جدا لعدة أسباب، كانت أولا مركز تجاري هام، ميناء أفسوس قريب من هذا المكان، فكانت تأتي السفن من كل أنحاء العالم بالسياح أو الحجاج لأسباب متعددة، أو تجار يأتوا إلى هذا المكان. وطبعا المنطقة تعتبر منطقة خصبة أيضا زراعية، والطقس جميل جدا، يأتوا السياح من كل أنحاء العالم لكي يستفيدوا من هذا، من الطقس في منطقة أفسوس. ليس فقط مدينة تجارية، بل هي أيضا مدينة تعتبر مدينة سياسية، كان الحاكم يأتي من فترة إلى أخرى إلى هذا المكان لكي يعتني ببعض القضايا المهمة، لكي يظهر العدالة الرومانية. وطبعا كان في منطقة ساحة الميدان العام يقوموا في كل القضايا السياسية هناك. كانت أيضا مركز للألعاب الرياضية، كانت تعتبر من الأماكن الشهيرة جدا لألعاب الرياضة التي تجتذب الرياضيين والسواح من كل مكان. لكن شهرة أفسوس أنها كانت مركز للسحر والشعوذة والعرافة، فكانت تجارة كبيرة جدا، يأتون من كل أنحاء العالم لكي يأخذوا بعض الحجابات أو الكتابات، إما لسبب الولادة أو حظ أو محبة إلى آخره.
لكن تتميز البلد إنها كانت مدينة دينية، فكانت تكثر بها كل أنواع العبادات الوثنية. فتستطيع أن تمر في منطقة أفسس ترى أصنام وتماثيل كثيرة تمثل آلهة متعددة في هذا المكان، أخذوها عن اليونانيين، الرومان أخذوها عن اليونانيين، وطبعا نفس الآلهة كانت بالنسبة للرومان في نفس الوقت. لكن شهرة أفسس أو تعتبر أمجاد أفسس هي معبد أرطميس، الإلهة أرطميس باليوناني أو ديانا باللغة الرومانية. كان المعبد يعتبر تحفة في غاية الجمال، بيتألف من 126 ل127 عمود، ويعتبر أن هذا التمثال سقط من السماء، وكانوا يعبدون آلهة أو إلهة أفسس اللي هي أرطميس، كانت تسمى أم أفسس. هذه الإلهة شكلها كان غير جميل، لها أثداء كثيرة تمثل الخصوبة، وطبعا اليوم لا تستطيع أن ترى إلا عمود واحد من هذا المعبد القديم. لكن العبادات الأخرى في هذا المكان كان في هياكل لآلهة المصريين حتى يجتذبوا التجار المصريين، وكانت أيضا مرتع لكل الهرطقات والتعاليم المزيفة في هذا المكان. إلى هذه المدينة جاء بولس الرسول ومكث 3 سنين يعلم ويتلمذ ويؤسس كنائس في هذا البلد. طبعا تستطيع أن ترى الطرق الرئيسية القديمة، تستطيع أن ترى المكتبة، مكتبة سلسس هي ثالث مكتبة في العالم في كان في ذلك الوقت، مكتبة الإسكندرية المكتبة الأولى، مكتبة برغاموس المكتبة الثانية، لكن كانت المكتبة الثالثة موجودة في أفسس. تستطيع أن ترى الطريق الرخامي الذي يؤدي إلى المسرح العام للبلد اللي بيسع 24,000 شخص، ويلتقي بطريق الميناء. الميناء كان قريب جدا لهذا البلد، لكن حاليا بعيد حوالي 7 كيلومتر بسبب جفاف نهر الكايستر، وطبعا تراجعت المي، فابتدأت أفسس تتراجع أيضا إلى الوراء. عزيزي سأتابع معكم بعد قليل. اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها بدون أي استثناء، فالإنجيل هو الأخبار السارة. تعد أفسس أفضل مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من حيث احتفاظها بجوها التاريخي، وربما كانت أفضل مكان في العالم يمكنه أن يعطينا الشعور الحقيقي لما كانت تبث عليه الحياة في وقت العصر الروماني. ولأنها كانت بوابة ساحلية ذات موقع استراتيجي تؤدي إلى العالم الشرقي، فقد نما هذا الملجأ الأيوني حتى أصبحت هذه المدينة ثاني أكبر مدن الإمبراطورية الرومانية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت تضم أحد المزارات المسيحية، وكانت تعد إحدى العجائب 7 في العالم القديم. وعلى العكس من مدينة كورنثوس، فقد كانت أفسس مدينة قديمة يعود تاريخها إلى حوالي 1000 عام عندما زارها بولس الرسول في صيف عام 52 ميلادية. ومع بداية فترة حكم أغسطس عام 27 قبل الميلاد، بدأ عصر الازدهار والرخاء لمدينة أفسس، واستمر حتى القرن الثاني الميلادي، وقد جعلها أغسطس عاصمة الإقليم الروماني في آسيا، وحصلت على اللقب المميز لها أول وأعظم عاصمة في آسيا. واستمر عصر الازدهار حتى منتصف وآخر القرن الثاني الميلادي، لكن عدم الكفاءة والقسوة المتزايدة التي تميز بها سلسلة من الأباطرة الرومان أدت إلى انهيار المدينة. أعزائي، من أثار الكنيسة القديمة، كنيسة القديس يوحنا في منطقة أفسس، أواصل حديثي عن المسيحيين الأوائل وامتداد بشارة الإنجيل للأمم. طبعا الوصول إلى الأمم كان مخطط وبرنامج إلهي،
مع أنه الكتاب المقدس في العهد الجديد يسميه السر المكتوم، لكن غرض مجيء المسيح هو أن يعطي الخلاص أو يقدم الخلاص للجميع بغض النظر بدون أي استثناء، إن كان يهودي أو أممي. وطبعا نكتشف أنه هذا كان في برنامج الله. قال يسوع: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وعندما أعطى المأمورية العظمى على جبل الزيتون لتلاميذه قال: تكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وبالفعل ابتدأت الرسالة المسيحية تصل إلى كل أنحاء الأرض. كانوا في الأول يتكلمون مع اليهود ويتكلمون في منطقة أورشليم، وكان الحدود الجغرافية لا تتعدى عن أورشليم، مع أنه المسيح حتى في خدمته كلم الأمم، ذهب وكرز في منطقة فينيقية أي في منطقة صور وصيدا، كرز في منطقة الديكابوليس المدن العشر اللي كان معظمها أمم وغير يهود، بل تحدث مع امرأة كنعانية، وتحدث أيضا مع المرأة السامرية، وكانت وصيته ورسالته أن يذهبوا إلى الأمم. لكن عزيزي لازم نفهم أو نعرف عقلية التفكير اليهودي في القديم. بالنسبة لليهودي المتدين كان يعتبر الأمم نجس، الأمم شخص نجس، وعندما كان يصلي كان يشكر الله أنه رجل ليس امرأة وأنه ليس أممي أو سامري، وكان حتى التآكل معهن غير متعارف عليه، أو حتى لمسهن كان يعتبر شيء نجس، وكان يسمو بكل أنواع الأسماء، واحدة من الأسماء كان يسمو الكلاب. لكن غرض الله هو أن يصل إلى الأمم. الأمم يعني كل واحد كان خارج عن شعب الله. فالمسيح علم أنه لازم نذهب للأمم لأنه وعد أبني كنيستي. فابتدأت البشارة من خلال بطرس الرسول، تكلم في منطقة الهيكل فآمن الآلاف من خلال وعظ وتعليم بطرس الرسول والرسل الأولين في منطقة أورشليم. لكن الله استخدم استشهاد استفانوس، موت استفانوس أو الاضطهاد، أنه يبتدوا يطلعوا خارج أورشليم. فابتدأت الرسالة تنطلق إلى السامرة ومن السامرة إلى مناطق أخرى، لكن كان يحتاج إلى إعلان إلهي. كان بطرس الرسول موجود في منطقة يافا، شاف رؤية أنه ينبغي أن يذهب إلى قيصاريا وبالتحديد إلى بيت قائد روماني. هذا القائد كان متدين وكان مؤمن بالرسالة اليهودية، لكن بعيد عن عضوية أو رعوية شعب الله، فكان لازم يتكلم معاه بكلام خلاص. وبالفعل أطاع هذا الصوت والرؤية وذهب إلى قيصاريا. ونعرف من سفر أعمال الرسل أنه كرنيليوس آمن بالرب يسوع واعتمد هو وأهل بيته. المؤمنين اللي من خلفية يهودية في أورشليم غضبوا على بطرس الرسول. في الإصحاح 11 كان على بطرس أن يروح إلى مدينة القدس ويشرح لليهود المؤمنين اليهود أنه كيف الله اتعامل مع الأمم، وأن الله قبل الأمم ودعاهن حتى يكونوا مع شعب الله. في سفر أعمال الرسل إصحاح 11 مكتوب أن بطرس كان يشرح الرسالة لإلهن أنه الأمم قبلوا الرب. اسمع ما تقول كلمة الرب في أعمال 11: فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. لكن خلينا ننتبه أيضا أنه في نفس هذا الإصحاح مكتوب أنه في مؤمنين ذهبوا إلى منطقة أنطاقيا وابتدأوا يكرزوا في منطقة أنطاقيا، فتقول الآية أنهم دعيوا مسيحيين أولا في أنطاقيا. طبعا هذا الاصطلاح لربما كان يستخدم أحيانا للاستهزاء أو لتحديد المؤمنين أنهم جماعة أتباع يسوع الناصري. على أي حال اعتبروا المسيحيين فرح وامتياز أن يدعوا مسيحيين. كلمة مسيحي أي الذي ينتمي إلى المسيح الممسوح من الله، أي المسيح يسوع. لكن سفر أعمال الرسل بيستخدم عدة أسماء، بيستخدم اسم
التلاميذ، بيستخدم اسم أتباع، بيستخدم كلمة مستخدمة جدا في أعمال الرسل الطريق، وأحيانا تستخدم كلمة شيعة الناصريين. مهما اختلفت هذه الأسماء لكن تعبر عن جوهر واحد، هو أن المسيحي هو الذي يتبع يسوع المسيح اللي تغيرت حياته بنعمة الله وآمن بما فعله المسيح من أجله على الصليب، إذ مات على الصليب وقام من بين الأموات. إيمانك بالمسيح أو بهذا الإيمان تحصل على الحياة الأبدية. البشارة ابتدأت من أورشليم ووصلت إلى أقصى الأرض، وواضح أنه أنا موجود في أفسس، إن دل على شيء أنه المسيحية وصلت إلى هذا المكان. لكن المسيحيين كانوا يجتمعوا أولاً في منطقة الهيكل في أورشليم، ثم كانوا يجتمعوا في المجامع اليهودية، وكانوا يجتمعون أيضاً في البيوت. ثم بعد فترة من خلال رحلات بولس التبشيرية ابتدأت كنائس منظمة، كنائس محلية. لكن في القرن الرابع في أيام البيزنطيين ابتدأوا يبنوا الأبنية الجميلة اللي بتشوفوا أثراتها في عدة أماكن في هذه الأيام، ابتدأت من فترة البيزنطيين. لكن أي مسيحي هو أن يكون المسيح في داخله وأن يعيش الحياة المسيحية. سوف أواصل عن هذا الموضوع بعد قليل. وسمع الرسل والإخوة في اليهودية أن غير اليهود أيضاً قبلوا كلام الله. فلما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه أهل الختان وقالوا له: دخلت إلى قوم غير مختونين وأكلت معهم. فروى لهم بطرس كل ما جرى له. قال: كنت أصلي في مدينة يافا فرأيت في الغيبوبة رؤيا، فإذا شيء مثل قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة يتدلى من السماء حتى وصل إلي، ونظرت إليه جيداً فرأيت عليه دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتاً يقول لي: يا بطرس قم اذبح وكل. فقلت: لا يا رب، ما دخل فمي طعام نجس أو دنس من قبل. فأجابني الصوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا. وحدث هذا ثلاث مرات، ثم ارتفع الشيء كله إلى السماء. وفي تلك الساعة وقف ثلاثة رجال بباب البيت الذي كنت فيه، وكانوا مرسلين إلي من قيصرية، فأمرني الروح أن أذهب معهم من دون تردد. فرافقني هؤلاء الإخوة الستة إلى قيصرية، فدخلنا بيت كورنيليوس، فأخبرنا كيف رأى الملاك يقف في بيته ويقول له: أرسل إلى يافا وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس، فهو يكلمك كلاماً تخلص به أنت وجميع أهل بيتك. فلما بدأت أتكلم نزل الروح القدس عليهم مثل ما نزل علينا نحن في البدء. فتذكرت ما قال الرب: عمد يوحنا بالماء، وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس. فإذا كان الله وهب هؤلاء ما وهبنا نحن عندما آمنا بالرب يسوع المسيح، فمن أكون أنا لأقاوم الله؟ فلما سمع الحاضرون هذا الكلام هدأوا ومجدوا الله وقالوا: أنعم الله إذن على غير اليهود أيضاً بالتوبة سبيلاً إلى الحياة. وأما المؤمنون الذين شتتهم الاضطهاد الذي نزل بهم بعد مقتل استيفانوس، فانتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وكانوا لا يبشرون أحداً بكلام الله إلا اليهود. أعزائي، أواصل حديثي من جبل أربيل الذي يطل على بحيرة طبرية. اخترت هذا المكان لسبب. المكان طبعاً يسمى جبل أربيل أو قرون حطين، حدثت معركة حاسمة في التاريخ
فوق هذه التلال انتصرت جيوش صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين. هذا الجبل يطل طبعا على بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل. الوادي العظيم يسمى أو منسميه إحنا في بلادنا هون وادي الحمام، اللي بمر منه الهواء الساخن يصطدم بالماء أو البحيرة فتحدث العواصف الهوجاء في هذه البحيرة الصغيرة. طبعا اخترت المكان ليس فقط أنه جميل، لكن المسيح عاش حول هذا المكان فترة تقريبا 3 سنين، كان يعلم يتلمذ ويصنع العجائب الكثيرة. وأعظم مثال لنا هو شخص المسيح. أجمل تعريف للمسيحي المسيح فيا. فليست المسيحية مجرد شرائع أو عقائد أو طقوس نمارسها أو نطبقها، لكن المسيحية حياة، علاقة، شركة تواصل، علاقة حية بإله حي. هذه هي المسيحية. فالفكرة أعظم من فكرة ديانة اللي بترتبط في نظام وعبادة أو شكليات معينة، لكنها حياة. وهذه الحياة هي اللي بتعكس صورة وطبيعة وشخص الرب يسوع المسيح. وأجمل منطقة هي منطقة طبرية، لأنه بالواقع خدمة يسوع ابتدأت حول بحيرة طبرية. هذه البحيرة الجميلة تسمى بحيرة طبرية لأنه طباريوس قيصر أو بناها هيرودس أنتيباس سماها طبرية نسبة إلى طباريوس قيصر، أو تسمى بحيرة الجليل لأنها دائرة حولها كان 9 مدن وحوالي 200 قرية، أو تسمى بحيرة الكنيرت تشبه الكنار، الآلة الموسيقية. وطبعا في الوادي تستطيع أن ترى ميناء جنسرات أو بحيرة جنسرات. هذه المنطقة منطقة المجدل، من المكان اللي جاءت منه مريم المجدلية اللي أخرج منها الرب يسوع 7 شياطين. لكن من هذه المنطقة الشمالية يسوع عاش، علم وصنع معجزات خارقة. الطابغة مثلا أشبع الآلاف. كفر نحوم عاش فيها فترة زمنية حوالي 3 سنين أو 2.5 سنين، كان يعلم ويصنع المعجزات الخارقة. والمنطقة قريب من الطريق الرئيسي فيا مارس اللي بيربط العراق بمصر قديما، فكل المسافرين تمر من هذه المنطقة، فتربط إلى المنطقة الشمالية سوريا أو منطقة لبنان فينيقيا. إذا عينك قوية تستطيع أن ترى من بعد جبل الشيخ أو جبل حرمون، أو المنطقة اللبنانية صور وصيدة، منطقة فينيقيا. المسيح هو مثالنا، كان يعلم ليس فقط في المناطق اليهودية، لكن ذهب إلى فينيقيا أشبع الآلاف هناك 4000، وأيضا صنع معجزة شفى أو حرر ابنة المرأة الكنعانية أو الفينيقية. وأيضا من هذه المنطقة كان يذهب إلى الجهة الأخرى لكي يكرز بالمدن 10، ومعظمها كانوا أمميين. أريد أن أقول عندما كرز المسيح حول هذه البحيرة كان في 9 مدن، 8 منهن مدن يهودية ما عدا طبرية كانت مدينة رومانية وثنية ما كانتش تعبد الله. لكن المدن اللي صنع فيها أعظم القوات مثل كفر نحوم، كرازين، كاترين، بيت صيدا، تنبأ عن خرابها ودمارها. ليه؟ لأنه سمعت الرسالة ورفضت. طبرية اللي تعتبر وثنية هي ما زالت على قيد الحياة حتى يومنا هذا. والمنطقة مهمة جدا لأنه تتميم نبوة إشعياء: الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. بيتكلم عن أرض زبلون ونفتالي، تلك المناطق. إشراقة النور ابتدأت في مدينة الناصرة في الجليل عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء. لكن النبوة تمت في إنجيل متى الإصحاح 4، كان يكرز للأمم وكان يكرز للجميع حتى الجميع يبصر. أبصر نور عظيم، هذا لا يقتصر فقط على اليهود لكن أيضا الأمم. ومن هنا علم الحياة المسيحية الحقيقية في عظته الشهيرة على الجبل. عظة يسوع وتعليم يسوع على الجبل هي غاية في قمة الروعة، لا يستطيع أي إنسان أن يطبقها. إذا الإنسان أراد أن يقول مسيحي فلازم يعيش العظة على الجبل، أي حياة يسوع شخصيا. هذا صعب جدا إلا إذا اختبرت قوة المسيح أو حضور يسوع في حياتك، عندها تتغير
سوف تحب الجميع. من هنا نكتشف أحبائي فكر الله وغرض الله ليس فقط لليهود بل لكل الأمم، وأن كل الشعوب سواء يهودي أو أممي نجس في نظر الله، لأن الله قدوس، الخاطئ يحتاج إلى تطهير لخطاياه، وهذا تم بواسطة موت المسيح الكفارة على الصليب وقيامته من بين الأموات. ما عليك إلا أنت تكون مقبول، الله قبلك وأعطاك الهدية، فقط استلمها واقبلها بالشكر. أدعو المسيح إلى حياتك، توجه ربا وملكا، سيأتي إلى حياتك يعطيك غفران الخطايا ويكتب اسمك في سفر الحياة. عندها تكون مسيحي حقيقي من شعب الله، وعندها سوف تحب كل الناس بغض النظر إن باختلاف أشكالها وأنواعها ألوانها وأيضا دياناتها. محبة المسيح بتتدفق من قلبك، بتصير تعامل الكل بمحبة المسيح. المسيح يحب الجميع، مكتوب الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عزيزي في الختام أريد أن أقول أنه تحولت المسيحية من نطاق ضيق يقتصر على المؤمنين اليهود في منطقة أورشليم أو الأراضي المقدسة إلى وصول الرسالة إلى كل أنحاء العالم. بولس أخذ إعلان من الله أنه سيكون رسول للأمم، وبالفعل الله استخدمه. هذا تتميم للمأمورية العظمى، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها بدون أي استثناء. فالإنجيل هو الأخبار السارة، الأخبار المفرحة، أخبار الخلاص من الموت، خلاص من الخطية، وأخبار خلاص لكي تحصل على الحياة الأبدية. بغض النظر شو خلفيتك، أنت من تشاهد هذه الحلقة، أنا أدعوك لكي تفتح قلبك، تفتح قلبك لسماع رسالة الإنجيل، وأنا متأكد أن الله رح يتعامل معك، إن هذه الرسالة هي رسالة الحياة الأبدية. فأنا أدعوك لكي تفتح قلبك وتتوج المسيح ربا وملكا على حياتك. أصلي من كل قلبي أن أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن أعمدة الكنيسة الأولى. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو